مرحبا بكم لطوبتيفيان كيحضر معنا اليوم في البلاطو ديال طوبتيفي واحد لانفيتي تخي سبيسيال النجم ديال الراب في المغرب دومبيك. دومبيك مرحبا بك في طوبتيفي. صباح الخير. مساء. في البدايه الكليب الاخير مع احمد سلطان اللي ترى انتباه هو الاسم ديال الاغنيه تي جي ار، واش قصدتي بها توجور او عندها دلاله واحده اخرى؟ لا تي جي ار سي توفيغ جونيور. دونك وشنو هو الاسم ديال الاغنيه؟ هو توفيغ جونيور هي تي جي ار. الرساله اللي كاينه في الدقيقه الاولى من الكليب كتقول ما نسميوش ما نسميوش بيبي، واش هنا كتحاول انك تمرر شي رساله لشي شخص معين او شنو قصدتي بها؟ لا في الحقيقه بغيت نثير الانتباه لواحد القضيه بانه راه كاين واحد الحاجه سميتها لو سكوند دوغري، يعني ماشي اي حاجه كنقولوها الا وراها كاينه، يعني ماشي غدا ولا بعد غدا لا اللي درت في شي تيتر ديالي بانه انا راني بيدوفيل، يعني انا وراي انا بيدوفيل، يعني كنعالج لا بيدوفيلي بديك الطريقه، بواحد الطريقه اللي تكون شويه قاصحه ولا بواحد الطريقه اللي تكون شويه خارجه على العاده باش تقدر توصل لبنادم بلا ما يكون ديك المونوتونيه ديال حنا هادشي ديجا سمعناه حنا هادشي صافي، داك التكرار هو اللي كنحاول ما امكن نبعدو منه. وكاين شي ناس اللي كياخذوها كاين اللي كيبغيو ياخذوها بحال هكاك حيت عندهم اعتبارات اخرين اللي هما باغيين يبينوك انت بحال هكاك، وكاين واحد الناس اخرين اللي ما فهموهاش ولا هذا. داكشي اش كنبغي نبين للبوبليك بانه ما خصناش ناخذوا ديما البرومي بلون، زعما داكشي اللي تقال خصنا ناخذوه بالحرف، خصنا نحاولوا نقراو ما بين السطوره شنو بغا يقول هذا السيد. احمد سلطان اللي معاك في الاغنيه علاش اختاريتيه بالضبط انه يكون معاك؟ في الاول اختاريت بانه الرفري يكون بالامازيغيه، حيت تو سامبلومون بزاف ديال لي فان كيقول لي علاش ما كديرش شي حاجه بالامازيغيه، وهذا ما نقدرش نتفصل على هذه اللغه ولا ما كنعرفش ليها، يعني خصني نجيب شي واحد اللي كيتمكن منها، وبما انه انا كنكتب داكشي ديالي دونك ما نقدرش شي واحد يكتب ليا، دونك تو سامبلومون خصها تكون ليجيتيم، وما كاينش شي واحد في المغرب اللي غيقدر يحترم هذا الستيل هذا ديال السول راب واو ميم طون يقوم بهذه المهمه هذه احسن من احمد سلطان. احمد سلطان صديق قبل ما يكون زعما غير معرفه ديال الفن وداك الشيء، دونك لا بروميير فوا راه 10 سنين دابا باش كنا خدمنا اونصومبل، وقلت ليه فوالا جيت تصمت الا حسيتي بداك الشيء اللي حسيت به انا نهار كتبت راك انت غادي تحط شي حاجه وداك الشيء اللي طرا. وتحيه لاحمد سلطان. الكليب مصور بتقنيات عاليه، يعني جوده كبيره، جوده جيده في الكليب. نبغيو نعرفوا شحال هي الكلفه الاجماليه ديال هذا الكليب. 550 الف درهم. وشحال كانت القيمه ديال الدعم ديال وزاره الثقافه؟ 40% 25 250 الف درهم. بغيت نعرف الراي ديالك في الاغنيه ديال نتقيت قبل ما تصيد ديال مسلم احمد سلطان منال وشيزي. كسوجي الا كانوا هما مقتنعين به جو بونس با غادي عندي علاش غنعطي انا الراي ديالي فيها، كل واحد كيدير شي حاجه اللي مقتنع بها ويفو ريسبكت القناعات ديال كل واحد، يعني بما انه الا واحد كيقول خصك تقيد وواحد كيقول لا ما خصناش نكونوا غير مع واحد فيهم، لا انا مع هذا خصني نعير الاخر ولا مع هذا خصني نعير هذا، كل واحد عنده قناعه ديالو، الا هما مقتنعين بها وخرجوها بما انهم خرجوها الا مقتنعين بها يعني خصهم يتحترم الراي ديالهم. حيت بزاف ديال الناس انتقدوهم وقالوا لهم بعثوا الماتش. وكاين الناس اللي كينتقدوها هذا وين خاوين، وكاين الناس اللي كيقولوا شي حاجه اللي عندها هذا، وكاين داك اللي عندها. رايك انت واش انت مع الطرح اللي كيقول انهم باعوا الماتش ولا اللي كيقولوا لا هذاك زعما هذاك هو اللي خاصو يكون؟ من ناحيه اش زعما؟ زعما كيقول الناس اللي خاصنا نفهموا بعدا شنو هي باع الماتش، هي دي المهم اهم الماتش. بزاف الناس يقولوا ما علاش تندخلوا السياسه مع الفن، علاش وكاين واحدين اخرين كيقول لك علاش كدير غير الفن بوحده ما كديرش السياسه، دونك انت باع الماتش كتمشي تغلي على الكوميرسيال، دونك شكون فيهم اللي خصنا نسمعوا؟ دونك اين بيع الماتش اللي خصنا نتبعوه؟ نفس ماشي نفس تقريبا الموضوع، ولكن نفس التعليقات كانت في 2011 في الاغنيه ديال ما بغيتش. لا ما بغيتش. علاش دخلت السياسه مع الفن؟ علاش انا ديما كنغني على السياسه، دونك ما تسنيش 2011، هذوك اللي انتقدوا في 2011 هذوك كانوا مع مجموعه 20 فبراير بما انه انتقدتهم انايا، وبما انهم هو بالنسبه لهم ان حريه التعبير خصك تكون معاهم ما تكونش ضدهم، دونك داكشي علاش هما انتقدوا، وبما ان عاوتاني هاد الناس اخرين عاوتاني اللي انتقدوا الدراري ديال نتقيد قبل ما نصيد بوتيتر كو هما راهم من جهه اخرى ما تقدرش تعرف، خصنا نحلوا ما نبقاوش غير كنسمعوا، ماشي اللي قال لنا شي حاجه نتيقوها، نحاولوا نحللوا ونشوفوا، الى هذا السيد كيقول لنا بانه انا ما بغيت نصوت على فلان ولا هذا، شغلو هذا كيبقى حر، الشخصيه ديالو حره، هو بغى يقولها للناس اللي كيتصنتوا ليه، هذاك الشيء كيبقى ديالو هو. شغل الرساله ديال دومبيك السياسيه؟ الرساله السياسيه الى درت شي حزب صوتوا عليا. لا واش حلال زين هذا الشيء كتسنى؟ لا واش هذا الشيء كتسنى؟
كنتسنى زعما في هذه السياسه اللي واقعه حاليا في المغرب. ما كاينش سياسه في المغرب، ما كاينش شي دابا، ما كايناش سياسه في المغرب. سياسه المغرب هي بان ما فيش سياسه. نراجعوا للسياسه، ما يبقاش الضحك في البرلمان، هذه هي السياسه ديال اللي كاينه دابا في المغرب. واخا دونك اخر سؤال، انت غيخرج اوفيسيلمون الالبوم ديالك في الاخر ديال شهر فيفريي الى كتاب ان شاء الله، وما نتناش بقينا حيين. مزيان، شكرا بزاف. نتو وحتى لهنا وصلنا للنهايه ديال الحوار مع دومبي، كنتمنوا انه يكون عجبكم. ما تنساوش ديروا لايك لاباج ديالنا ديال الفيسبوك، وديروا سبسكرايب لاشين ديالنا في اليوتيوب الى بغيتوا يوصلكم ديما الجديد. نتلاقاو في حوار واحد اخر، السلام عليكم.